من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة التاسعة من حلقات قصة التتار. شفنا في الحلقة اللي فاتت الإعداد الرهيب الذي قام به هولاكو لتمهيد الوضع لكي يحتل الخلافة العباسية ويسقط العراق تحت سيطرة التتار. شفنا إعداد مسرح العمليات، شفنا الأحلاف الدبلوماسية، وشفنا الحرب النفسية الكبيرة التي شنها على المسلمين وأحيانا بواسطة المسلمين عن طريق الإعلام الإسلامي الذي كان ينتشر هنا وهناك، يصف جيوش التتار وخيول التتار وإمكانيات التتار ويوسع الفجوة جدا جدا بين التتار وبين المسلمين حتى لا يبقى أمل عند مسلم في الدفاع عن النفس أو المقاومة أو الجهاد. فوق ده كله اتفق هولاكو مع مؤيد الدين العلقمي اللي هو كان رئيس الوزراء اللي قلنا عليه قبل كده، اتفق معه أنه يقنع الخليفة العباسي على مدار عدة سنوات. الكلام ده كان قبل عدة سنوات من سقوط بغداد. خلي بالكم هولاكو بيعد لإسقاط بغداد من سنة 649 زي ما قلنا لحد سنة 656. اتفق معاه لأنه على مدار عدة سنوات يحاول قدر ما يستطيع أن يخفض من ميزانية الجيش العباسي العراقي، وأن يقلل جدا من التسليح، وأن يسرح من الجنود، وأن يوجه الجنود للأعمال المدنية حتى لا يصبح هذا الجيش له قدرة على المقاومة أو قدرة على القتال. وبالفعل سبحان الله الخليفة المستعصم بالله استمع إلى كلام بطانة السوء واستمع إلى كلام مؤيد الدين العلقمي وبدأ يخفض من الجيش الإسلامي اللي كان في أيام أبوه المستنصر بالله 100,000 مقاتل مسلم، أصبح في أيام المستعصم بالله 10,000 مقاتل فقط. تخيل جيش الخلافة العباسية 10,000 مقاتل وفي حالة مزرية. ليه؟ لأنه برضو خفض ميزانية الجيش، فأصبحت المرتبات زهيدة جدا لا يمكن معها أن يعيش الجندي حياة طبيعية، لدرجة أن الجنود العباسيين في أواخر حياة الدولة العباسية كانوا يقفون أمام المساجد وفي الأسواق يمدون يدهم بالسؤال لعموم الناس، كيف يقاتل جندي بهذه الصورة؟ وبالذات أنه لم تكن هناك قضية، لم يحفز علماء المسلمين في ذلك الوقت أبناء المسلمين وجيوش المسلمين على الجهاد في سبيل الله وعلى نصرة إخوانهم الذين يذبحون ويقتلون هنا وهناك في شرق العالم الإسلامي كما فصلنا في الحلقات السابقة. شاهد في الأمر يا إخواني أنه مع هذا الرقي في الإعداد عند الجيش التتري كان هناك هبوط تام في الإعداد عند الجيش المسلم، وربنا سبحانه وتعالى له سنن لا تتبدل ولا تتغير، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى أن الذي يأخذ بالأسباب يصل وإن كان كافرا، والذي يعطل الأسباب ولا يأخذ بها يندحر وينهزم وينخذل ويذل كما رأينا مع الخلافة العباسية وإن كان مسلما. بدأ هولاكو بعد أن رأى هذا الوضع الذي استقرت عليه الأمور في سنة 654، يعني قبل غزو بغداد بسنتين، وجد أن الإمكانيات أصبحت ميسرة تماما لغزو الدولة الإسلامية أو الخلافة العباسية، فبدأ يجمع الجيوش ويحشد القوات من هنا وهناك. الجيش التتري الرئيسي كان موجود في منطقة تبريز وأذربيجان وهمدان اللي هي المنطقة الغربية من دولة التتار دلوقتي، أو المنطقة الشرقية للعراق دلوقتي موجودة في إيران وفي أذربيجان، فده الجيش الرئيسي. ثم بدأ يستدعي فرق مساعدة ضخمة، استدعى فرقة كبرى من الجيش التتري المتمركز في روسيا، والجيش ده كان ليه إسهامات كبيرة في إسقاط روسيا وعنده خبرة عظيمة جدا، وكان على رأسه أولاد باتو ابن جاجي. باتو ابن جاجي هذا الذي قاد الحملة الضخمة لإسقاط أوروبا، أولاده هم الذين كانوا على رأس هذا الجيش الروسي التتري. ثم استدعى جيشا آخر من أوروبا، جاء على رأسه الرجل الذي يعني اتصف بدموية شديدة وذكرناه قبل ذلك في مراسلات مع إنوسنت الرابع البابا الكاثوليكي، الرجل هذا هو بيجو، وهو من أعظم قواد التتار مطلقا، جاء على قيادة جيش كبير هناك من أوروبا إلى بغداد. يبقى الجيوش التترية جيش رئيسي موجود في فارس أو موجود في منطقة إيران،
وجيش تاني جاي من روسيا وجيش جاي من أوروبا. فوق هذه الجيوش استدعى هولاكو 1000 من الرماة الصينيين المهرة الذين كانت لهم قدرة على رمي الأسهم المحملة بالنيران. وكان طبعا ده تقدم في الحرب في ذلك الوقت ولم يكن يعرفه عامة الناس أو عامة الجيوش المقاتلة. فوق كده عين هولاكو على رأس الجيوش التتارية كدبوغانوين. وكدبوغانوين من أعظم القادة في تاريخ التتر مطلقا، وكان قائدا من أيام جنكيز خان، وكان من الذين اعتنقوا النصرانية. وعلى فكرة النصرانية كانت قد تغلغلت في البلاط المغولي بعد أن تزوج عدد كبير من الأمراء التتر من أميرات أوروبيات بعد غزو أوروبا أو احتلال أوروبا. طبعا ما يدروش يتجوزوا من المسلمات، المسلمات لا تتزوج من التتر أو من غير المسلمين بصفة عامة، فكان عندهم فرصة في الزواج من النصرانيات، وبالتالي تغلغلت النصرانية في البلاط الملكي المنغولي أو المغولي. هذا الرجل كدبوغانوين كان نصرانيا وكان على قيادة الجيش. فوق براعته في القتال وفوق حكمته في الخطط، فإنه كان نصرانيا يستطيع أن يتعامل مع كميات النصارى الكثيرة في الجيش التتري. عندك الملك هيثوم كان نصراني، ملك الكرج أيضا تعاون مع التتر، الأمراء الصليبيين وعلى رأسهم الأمير بوهمند أمير أنطاكيا من الشام، البطريرك ماكيكا النصراني في داخل بغداد، النصارى الذين تحالف معهم تحالفات سرية في داخل الشام. يعني كان هذا يستطيع أن يمهد لكثير من التحالفات والعلاقات ويؤكد ويرسخ عليها. يبقى كل ده كان إعداد من هولاكو للجيش المحشود لحصار الخلافة العباسية، وفوق ذلك أتته بعض الفرق من المسلمين للأسف الشديد، فرقة من بدر الدين لؤلؤ أمير الموصل، وفرقة من الناصر يوسف الأيوبي أمير حلب ودمشق. على رأس هذه الفرقة ابن الناصر الأيوبي كان اسمه العزيز، وجاء أيضا أمير أرمينيا بنفسه الملك هيثوم، وجاء أمير الكرج بنفسه. يعني تكون حشد هائل. القوات التي أوكل إليها فقط حصار بغداد كانوا 200,000، غير القوات المنتشرة في شمال بغداد وحولها وجنوبها وفي كل مكان. وأخذ المجلس الذي عقد في همدان، همدان مدينة فارسية أو مدينة إيرانية على بعد 450 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من بغداد، عمل فيها هولاكو مجلس عسكري استشاري كبير، وأخذوا القرار بغزو الخلافة العباسية. وبدأت الجيوش في التحرك، وكان أمام التتار عقبة كبيرة في شرق الخلافة العباسية وفي غرب إيران، وهي عقبة الإسماعيلية. والإسماعيلية هي طائفة يعني يعتبرون أنفسهم من المسلمين لكنهم لا يمتون للمسلمين ولا للإسلام بصلة، يحرفون كثيرا جدا في أصول الدين وفي قواعد الشريعة، وكانوا أهل قلاع وحصون وقتال، وكانوا كثيرا ما يغدروا بالمسلمين، وكانوا يدبرون المكائد لقتل زعماء المسلمين وعلماء المسلمين. المهم أن هذه الطائفة كانت طائفة خطرة جدا لأنها قوية عسكريا. هذه الطائفة حاولت أن تتحالف مع هولاكو ضد الخلافة العباسية السنية التي يكرهونها بشدة، لكن هولاكو كان يرفض هذه الأحلاف لأنه كان يخاف من القوة الإسماعيلية، زي ما قلنا أهل قلاع وحصون وأهل حرب. لذلك قرر هولاكو أن يبيد هذه الطائفة في طريقه حتى لا يترك خلفه قوات خطرة أو قوات ذات قدرة على القتال، وخاصة أن هناك ثأر قديم بين التتار وبين الإسماعيلية، فقد قتل الإسماعيلية جغطاي. جغطاي هذا كان ابن لجنكيز خان، قتل عندما حاول التتار فتح أو غزو منطقة إيران، فقتل على أيدي الإسماعيلية، ومن يومها والتتار لا ينسون هذا الثأر. بل إن التتار في موقعة أو في حروب فتح هذه المناطق وغزو العالم الإسلامي كانوا يأخذون معهم ابنة جغطاي هذا، حفيدة جنكيز خان، كنوع من التحفيز للجيش للثأر لجغطاي ابن جنكيز خان الزعيم الأكبر لدولة التتار. كان اسمها سلقان خاتون، وبالفعل خدوها معهم في كل التحركات. والمهم بعد حوار أو بعد يعني صراع طويل وبعد مكائد ومؤامرات استطاعوا السيطرة على الإسماعيلية، وحاصروا أكبر قلاعين كان اسمها قلعة الموت في غرب إيران، حاصرون فيها وذبحوا كل من فيها، واستطاعوا السيطرة على كل الإسماعيلية في المنطقة، بل أتوا ببعض الإسماعيلية إلى سلقان خاتون ابنة جغطاي لتقتلهم بنفسها ثأرا
لأبيها. المهم بعد كل هذا الإعداد الضخم سقطت كل حصون الإسماعيلية وأصبح الطريق مفتوحا أمام الجيوش التتارية لغزو الخلافة العباسية.